متابعة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يقوم غدا الوزير الأول عبد الملك سلال بزيارة عامة لولاية بومرداس، يقف خلالها عند مدى تقدم وتنفيذ عدة مشاريع اقتصادية واجتماعية. كما يلتقي عبد الملك سلال الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام منتخبي وممثلي المجتمع المدني في إطار الحوار المتبادل لتقييم وتيرة التنمية ومعالجة النقائص بهذه الولاية الساحلية بومرداس التي تتطلع إلى مستقبل واعد. عيسى التومي. من ركام كارثة الزلزال قبل 11 سنة تبعث الحياة من جديد في شريان مدينة الفكر والإبداع. إنها بومرداس عندما ترفع التحدي عاليا وترسم سجلا حافلا بالإنجازات والمكاسب. تغيرت فيها معالم المدينة خلال عشرية كاملة، وهي تقف على نمو عمراني وديمغرافي متسارع بفضل برامج سكنية طموحة متعددة الصيغ تتناسب مع مداخيل الفئات الاجتماعية المختلفة وتستجيب لشروط السكن المعاصر وتحقق الاستقرار. وباعتباره ركيزة أساسية في خلق الثروة، أولت البرامج التنموية ضمن المخططات الخماسية عناية بالغة بفئة الشباب عبر خلق مناصب شغل دائمة ودعم جهود الاستثمار الخاص والعام وخلق مناطق نشاط صناعية وتحويلية. الحمد لله الحظ تاعي جا هنا ورانا نخدم في السونتر هذا دونفيسمون تكنيك دو قرصو، والحمد لله جو سوي تري ساتيسفي. ماشي غير انا، يا بوكو دو جون، والحمد لله. عندي كان اوبجيكتيف كي تنوض الصباح باين واش راح تخدم، باين راك تتوجه للخدمه، ماشي كيما ما راكش تخدم، ما عندكش ان بروغرام، ما عندك والو. تنوض الصباح واش دير؟ ما على بالكش. بومرداس مدينة جامعية بامتياز وقبلة للطلبة من شتى ربوع الجزائر، تحتفي مع دخول كل موسم جامعي بهياكل بيداغوجية جديدة وإعادة للاعتبار لمعاهدها العريقة كمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية الأول في الجزائر وإفريقيا ومشتلة للنخبة في هذا التخصص الحيوي. موانئ بومرداس مصدر الثروة السمكية تدشن عهدا جديدا من التنظيم المحكم والتهيئة والاستغلال وكذا الصيانة، ورهان تجاري يكتسي مؤهلات طبيعية وبشرية واستراتيجية هامة. دلس، كاب جنات، زموري، سيدي داود، بلديات عانت من جفاف الحنفيات تودع المعاناة مع بداية استغلال محطة تحلية المياه الصالحة للشرب وكذا السقي الفلاحي، ستساهم في خلق محيطات فلاحية وتعزز اكتفاءها الذاتي كمصدر تموين بالمنتوجات الزراعية والحيوانية. واستفادت الولاية في البرامج القطاعية من مشاريع شق للطرقات الاجتنابية الوطنية والولائية. بومرداس الصخرة السوداء كما كانت تسمى هي اليوم مدينة سياحية جميلة ونظيفة تؤنس زائرها وتلهمه.